حياكم الله مشاهدينا الكرام باسبوع جديد من برنامج غلطة عمري. هذا الاسبوع راح يكون اسبوع مختلف جدا، راح اظهر به فنانة من الجيل الجديد، فنانة جديدة ظهرت لنا على الساحة الفنية، شاركت باعمال على المسرح التجاري، كذلك اعمال ومسلسلات ممكن راح نشاهدها خلال شهر رمضان. شخصيتها غريبة جدا، راح نتعرف عليها لكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ضيفتي الفنانة الجديدة إناس الخالدي، نورتيني. تسلم، شكرا. شلونك؟ في دول قلبك الحمد لله، الله يسلمك الحمد لله. وجين من كلمة جديدة؟ لا طبيعي. حلو، ايش قصرك بالعمل الإعلامي أو الفني؟ الفني يمكن 9 أشهر بس، الإعلامي 3 سنوات. يعني نقول جديدة؟ نعم. حلو، زين أول سؤال اللي يدور بأذهان الجمهور واللي دا يشاهدك يقول هذا إيش معنى جبتي أنت إيناس من دون اكو هاي فنانات؟ بالبداية أريد أعرف منو إيناس؟ إيناس الخالدي طبيعية، بنية طبيعية، حبت إنه تكون نجمة، بداية حبت إنه تكون تدخل مجال إعلام، تكون إعلامية مراسلة أو مذيعة أخبار، لكن ما ولا قناة احتوتها. شنو السبب ولا قنوات احتوتها؟ مع العلم أقدم سي في بس ما حد يحتويني. وليش يعني؟ غير على الكفاءة؟ لا، تنازلات. شنو ها؟ اليوم حياتنا تنازلات. زين ايش معنى شو هاي؟ اول شيء انت بديتي سبعدنا يا ستار. لا طبيعي، لا مو انت سالتني وانا جاوبتك. واحد ليش يجامل ويكذب؟ بدايه سالتني وجاوبتك، تنازلات، تطي تنازل تصير نجم. من تطي تنازلات؟ يعني شو احنا ما طينا تنازلات؟ انت شاب ما تطي تنازل، شنو تطي؟ مثلا انت تروح للمدير وتقول له تنام وياي؟ لا، تقول له اجيب لك وحده وصعدني؟ مستحيل. في اليوم البنية هي صيدة. وها من اللي يجيب واحدة؟ وأنا قاعد أقول لك أنت شاب، لا تقارن نفسك بالبنية. البنية اليوم خاصة اللي عندها إمكانية، اللي تحب تصعد، اللي تحب تكون حالة حال غيرها، مستعدة كل شيء تنطي من أجل إنه تصعد. ستي بديتي لي بالتنازلات من البداية. أنا ما أحب إنه تكون بداية تكون بالتنازلات. بداية خلي أعرف أنت منو يعني. أنت ناس هسه الجمهور يقول لك منو هاي؟ اول ما ظهرت لنا وبدات تحكي لنا وتقول لنا لازم الشخص يقدم تنازلات، انت منو؟ انا منو؟ إيناس الخالدي. قلت لك انه ردت ادخل للاعلام وما احتواني. إيناس الخالدي دخلت مجال الفن، دخلت مجال الفن، صعدت مسرح، اشتغلت تلفزيون، وحبيت انه اكون اسم. صرتي اسم؟ لا ما صرت بعدني. لا عاد شنو اللي واقف امامك ما صرتي اسم؟ هواي امور. شنو هي الامور؟ انه انا ذا اليوم اريد اصعد، اقدر اصعد. شلون صعدي؟ شو ما صعدتي؟ اقدر اصعد. شو ما صعدتي؟ بس انا ما صعدت. ليش؟ لانه انا ويا مخرج. شو حتى بالمجال الفني؟ كلها، يمكن الاعلام ارحم من الفن. الاعلام ارحم من الفن. هذا مجال الفن. اليوم ليله وحده اقضيها ويا مخرج او مدير قناه، انا اوقع عقد وراتبي يكون فوق المليون. راح يقولون هذه إيناس بعدها جديدة، بعدها على الساحة، ليش هيك قاعد تحكي؟ أوكي أنا بعدني جديدة بس أنا كلها واجهتها، والله لي يستر من القادم. بس هذا كلام خطير، تتحملين مسؤوليته؟ أتحمل مسؤوليته. أنا ما ذكرت أسماء، ألف مخرج عندنا وألف قناة فضائية عندنا. أي ما يخالف. واللي يسمعني يعرف روحه. أي بس إنه هو كلام خطير يعني هذا. أنت إذا توجهين اتهام لمؤسسات إعلامية رصينة، توجهين اتهام نخبة من الفنانين. ارجع اكرر، ما ذكرت اسماء ولا ذكرت فنانين. ما يخالف بس انت كل من يعرف روحه. انت تعملين بمجال فني. اي مجال فني. اي صحيح، كل من يعرف روحه. اليوم اللي يشوفني من خلال قناتكم راح يعرف نفسه، واذا يريد مثلا مثل ما حضرتك تفضلت انه حق الرد مكفول يقدر يجي، بس هو ما يقدر يجي باي عين يواجه. عندك ادله تثبت هذا الشيء؟ انا ما عندي ادله. لا شلون تحكمين على شخص؟ لانه انا من اروح احكي وياه وجها لوجه. أنا ما أعرف إنه هو راح يطلب من هذا الشيء حتى أسوي له تسجيل أو حتى يكون في مكان خاص وأسوي له في التصوير، لا هذا مو طبعي. فمن يطلب مني هذا الشيء أنا خلاص أنهي الموضوع وأطلع. هذا صار وياك بمجال التمثيل أكثر من مجال الإعلام؟ نعم، أكثر مجال الإعلام صار وياها. زين شنو الغرض اليوم إنه يطلب من عندك؟ هواي أكو فنانات موجودة. هواي أكو أجمل من عندي، بس هم هذا شنو المميزات اللي أنت عندك ما موجودة عند غيرك؟ ما أعرف يعني.
هواي هواي تعرضت لهاي الامور، او هو هذا طبعهم، هو هذا طبعهم انه اليوم اذا البنيه تتنازل وتنزع وتنام وياه يصعدها فوق النجوميه. يعني كلامك ما اعرف شنو اللي اريد اقوله لك. لا اقول احكي انا اسمع منك. لا مو انه اللي اللي اريد اقوله، بس يعني انه احنا من نحكي بشيء لازم نحكي وفق دليل. اوكي، ومن نقول مثلا فلان شخص سوى فلان عمل، هسه الكل هسه حاليا هسه تذكرين حلقه بنت نعرض، راح تشوفين انه كميه الهجوم اللي ممكن راح تتعرضي له انت. انا ما زلت متعرضه على الهجوم هوايه. راح انت تتحملين هذا الهجوم اللي ممكن راح تتعرضين من قبل الفنانين، من قبل الاعلامي. انا من خلال برنامج غلطه عمري يعني تحدثت مع الكثير من الفنانات، يعني خصوصا الفنانات اللي اعتبرهم من الرواد، هم رواد الفن العراقي، ما ذكروا انه هذه الاشياء ما موجوده حسب كلامهم. حبيبي شوف، اذا الفنانين رادوا يتهجمون مثل ما تفضلت، نفسيتهم اللي طلبوا هذا الشيء. اليوم اللي ما مسوي غلط ما يجي حاسبك، خلاص اللي نفسيتهم اللي راح اشوف التهجم من عندهم، هم راح يكون الدليل القاطع انه هم اللي رادوا هذا الشيء، ان كان مخرج او فنان او مدير قناه. بهاي الحاله يعني انت ما سمعت تشتغلين قاعده؟ انا حاليا متوقف اعمالي، عندنا مسلسل على دجله وحاليا وقفوها بسبب يمكن ما اعرف امور اخرى، فحاليا ماكو اعمال، ما قاعد تجي. زين، من ضمن الاعمال اللي شاركتي بها اللي اعرف انه عندك اعمال ومسلسلات وسكتشات شاركتي بها؟ اي نعم، حاليا عندنا سكتشات جديده. زين، هاي السكتشات شنو هم بيها؟ لا هذه السكتشات طبعا صارت من خلال ولد، انه سوينا جلسه تصوير انا وياه وطلبني انه اكون وياه بالسكتشات. رحت حكيت ويا المخرج، طبيعي ما حكوا شيء. حلو، لان هم بحاجه انه طاقات شبابيه جديده، حتى من اجل انه يصنعون من عندهم نجوميه فقط. حلو، انت اصلا منين؟ حله. حله، جابك بغداد؟ هذا المجال جابني. هذا المجال جابك؟ شلون جابك بغداد؟ لانه أنا تعرف الحله يعني ما بيها انه بنيه تنزع حجابها، ما بيها انه تدخل مجال الفن وتطلع وتطب براحتها وتشتغل، ماكو هيك شيء. وقليلين مخرجينه، قليلين المخرجين هناك، قليلين الاعمال الفنيه والاعلاميه موجوده هناك. لكن من جيت هنا انا شفت مجال كلش واسع وفرصه هوايه والحمد لله. زين، يعني انت عندك الحريه انه البنيه تنزع؟ يعني هاي حريه اللي عندك؟ لا مو حريه. لا شنو لا الحريه؟ لا الحجاب، انا اقصد الحجاب، مو تنزع ملابس، الحجاب. اي اكيد، يعني وكل من يريد ياخذ حريته. انا شفت نفسي هناك متقيده ما اقدر. بس انت بنت محافظه، يعني تحياتنا كلها لنا في محافظه بابل، تعتبر طابعها طابع العشائري يعني اللي موجود عليها اليوم. يعني هل هذا الزي هسه اللي لابسته انت حضرتك يمثل محافظتك؟ لا اكيد ما يمثل محافظتي، بس ما طول دخلت بهذا المجال. يعني اليوم اي واحد يدخل هذا المجال لازم يشلح؟ مو يشلح، شايفني مشلحه هسه؟ ها والله ما اعرف، هاي الجمهور بعد يمهم. لا ما مشلحه، لبسه كلش طبيعي، لبسه كلش طبيعي. يعني لبس اي وحده تطلع بالشارع هيك شيء؟ لا مو لبس اي وحده تطلع بالشارع، حسب. انا اليوم عندي برنامج، ضيفه برنامج، اكيد اجي هيك لابسه. شو تريدني مثلا البس لك بنطلون وبدي؟ اكيد لبسي بالشارع يختلف بنطلون وبدي، اكيد ما اطلع هيك بالشارع انا. هي بس انت طالعين بالشارع هيك هسه هنا قدام الشاشه ملايين راح يشوفوك. خلي يشوفون. يعني انت يعني تخافين، خاف احد يشوفك بالشارع؟ زين وبالكاميرا شنو؟ هذا على الاقل يظل موثق طول حياتك. اذا مثلا لبست لبسيها بالشارع يوم واحد عادي شافوش؟ عادي حبيبي، عادي حبيبي، خلي يشوفون. احنا ما نظل ورا حك العالم، لان لا يقدم ولا ياخر. ولذلك انا يعني اتخذت الطريق الصحيح انه ادخل مجال الفن واصنع مني اسم، خلص. وصنعتي هسه من اسم نوعا ما اقدر انطيك مثلا 10%. بديت 10%؟ 10%. او انت هسه اول ما بديتي واش بديتي لي بالتنازلات؟ شنو اللي اكيد بديتي؟ اكيد. شنو اللي بديتي بيه انت؟ احكي لي شنو اللي بديتي بيه؟ شنو الاعمال اللي قدمتيها؟ حاليا اعمال يعني الناس يعرفها، شنو الاعمال؟ قلت لك انا بالنسبه للفن ما صار لي هوايه، اثنين انه اعمالي راح تظهر اثناء يعني شهر رمضان. اما مسرح لا، طالعه مسرح، طالعه مسرح الطليعه، طالعه مسرح النجاح. بس انت قلتي يعني صار لي 9 أشهر بهذا المجال. اي نعم، يعني طلعت كم موديل تصوير، دخلت قلت لك مسارح، اشتغلت مسلسلات، وحاليا عندي سكتشات والعافيه درجات. تشوفين نفسك فنانه؟ اكيد. شلون؟ كل شيء اجيد. شنو اللي قدمتي حتى تحسين نفسك انت فنانه؟ اكاديميه انت؟
لا أنا مو أكاديمية، أنا عندي الإمكانية إنه أكون فنانة، أكون ممثلة. إمكانية أكثر من مخرج اختبرني بأكثر من مشهد، أكثر من شخصية وجبتها بصورة صحيحة. زين إذا المخرجين تحياتنا كل المخرجين، زين إذا شافك إنه أنت جيدين هذا العمل وجيدين إنه أنت فنانة ولك وزنك ولك مكانتك بمجال الفن، ليش ما تمسك بيك إذا أنت؟ لأن ما معروفة بعدنا جديدة. ما معروفة بعدنا جديدة. ما معروفة بعد الجديدة. جديدة على الساحة، لذلك ما يتمسك بيها. ليش؟ إيش قد جورج؟ يعني حسب إنه أنا اشتغلت 25 حلقة ب$1,000. 25 حلقة ب$1,000؟ أرجع وأقول لك جديدة. زين شلون أنت تعملين في هيك مجال 25 حلقة؟ زين ها وين راح تنعرض 25 حلقة ب$1,000؟ على دجلة. على قناة دجلة وجورج 25 حلقة $1,000؟ يعني هسه حتى على الحلقة إذا ورقة همت أقل. إيش قد يعني باليوم؟ 30,000؟ ولو اليوم اللي يريد يوصل يطلع ولو بأجور بسيطة من أجل إنه يوصل وينعرف ويكون اسم، وبعدين أصير حال الموجودات حاليا بلا ذكر أسماء اللي ما تطلع إعلان إذا مو $3,000-$4,000. بس أنت تقولين إنه يردون من عندي تنازلات، شلون راح تصيرين؟ أنا مو مثل غيري. شلون راح تصيرين؟ أنا مو مثل غيري إنه أنا خلص. ليش غيرك؟ منو اللي قدمت؟ أنا بلا ذكر أسماء، هواية قدمة. من هم؟ لا تقولي لي هواية. لا ما أقدر أذكر أسماء. هواية قدمة هسه صارن وصار لهن صيت واسم. وأنا لو أريد أصير قلت لك أقدر أصير. أقدر أصير. شو وقت تصيرين؟ غير نعرف على موداني هم. ما معلوم. أتابعك. طول ما أني ما مقدمتها نازل ما راح أصير. بس التوفيق من الله. ونعمة بالله. خلاص. زين إذا أنت تقولين إنه أنا يعني هاي مو هاي الرسالة دا تطيها للجمهور. وخاف بعدين من يشوفوك صرتي وهاي سيقولون طيتي تنازلات. على حكايتك. لا أنا إنه أحب أوضح. أي. إنه مو إناس الخالدي اللي تنطي تنازلات، مو أنا. وما انطيت ومستحيل انطي تنازل، وهواي طلبوا مني هذا الشيء وراح اصنع الاسم وراح اوصل بدون اي تنازل. ويا منو راح تصنعين؟ انا بنفسي اصنع الاسم. نفسك شنو مخرج انت؟ لا مصور انت؟ لا مصور ولا مخرج ولا مؤلف ولا كاتب، لكن انا اصنع اسمي. شلون تصنعين اسمك؟ طريقتي الخاصة. شلون هسه فهميني؟ يا حبيبي بطريقتي الخاصة اصنع اسمي، ما حاجة انه انا اجي اتطرق الامور ما اريد احد يفهمها ولا اريد احد يسلط عليها الضوء. خلاص انا بطريقتي الخاصه اوصل بس بدون تنازلات. بدون تنازلات. عندك لازم فلوس هوايه؟ لا على قد حالي. لا عاد منين يعني تعدكم اليوم اللي ردي اوصل يا اما يكون امكانيته قويه هو لا عاد شو يا اما تنازلات. لا مو تنازلات، تنازلات انت بديتي بها ما انا بديت بها. اوكي اول شيء انت تحدثتي عن تنازلات بالدرجه. الاساس بالبدايه. بس انه اليوم الشخص اللي عنده فلوس ويمتلك فلوس يقدر هو يصنع اي شيء. انت عندك فلوس انه تقدرين توفرين هاي الكاميرات، توفرين هاي الاضاءه والاناره، وتوفرين هذا الكادر العمل اللي ده يخرج على الاقل المخرج، بدل ما تقولين انه انت المخرج يبتزني. اوكي خوانا اجيب المخرج انا اخليه يشتغل وانا ابيع الاعمال واسوقها. لا حبيبي انا اكو ناس ساندتني. من ام اللي ساندتك؟ بلا ذكر اسماء. ها اكو طاقه موجوده حاليا بمجال الفن، طاقه بمجال الاعلام، هم اللي يسندوني ويجيبوا لي. نعم فن بالفن، لكن ما طلبوا مني شيء. موجودين بلا ذكر اسماء لانه تعرفوهم شخصيا. حلو قلتي انه غادر موضوع الفن لفسحه. نعم قصيره. وارجع الى موضوع تقديم البرامج، قلتي انا عملت بالاعلام لمده 3 سنوات. نعم اوكي 3 سنوات قلتي انا عملت به. زين بس انا ما شايفك. صحيح ما عندك ظهور اعلامي. زين انت شلون 3 سنوات انت بهذا المجال؟ هل من المعقول اني 3 سنوات اشتغل على نفسي وما اطلع بشاشه؟ هاي وين صايره؟ صحيح بدايه انا عملت على وكالات اخباريه، شبكات اخباريه. كانت قناه البغداديه رادتني بحلقه من برنامج سياسي. طبعا هذا البرنامج استمر لساعة كامله احاور سياسيين. طلبوني بحلقه واحده اوكي قدمتها. قناه دجله ايضا طلبتني بحلقه فترة كورونا قدمتها. أما ظلت مستمرة إنه أنا أطلع بوكالات أخبارية، شبكات أخبارية. يعني أنت كنت مقدمة برامج على قناة دجلة؟ لا ما قدمت غير حلقة واحدة. ونعرضت؟ انعرضت. زين إذا انعرضت شنو السبب بعد ما خلوش؟ لا هم احتاجوا إنه تكون مقدمة بهذا الفقرة فقط. يعني كومبارس؟ لا مو كومبارس. مستحيل. مستحيل. لا عاد شلون؟ طلبوا مقدمة إنه أنا أدخل للبيت اللي هم بيت اهلي
والبرنامج كان اسمه عيدك بالبيت. فأحد الزملاء اتصل عليه من خلال قناة دجلة وقال ايش قدمي لنا هذه الفقرة حلقة كاملة، فتظهر بالصباحي وقدمتها. هاي انت وين كنتي؟ بالحلة. يا مهلي. يا مهلك بالحلة. نعم. زين هناك اكو يعني احنا حكينا قلنا انه الطابع العشائري، انا من ناحيه البيت والعائله اللي موجوده انت بيها اللي انطلقتي من عندها. نعم. اكو احد من عائلتك مثلا فنان اعلامي؟ نعم نعم، ماما اعلاميه سابقا وخاله اعلامي، وما زال ان بنات خالتي مجال الاعلام. يعني كلكم تعملون كلكم نعم. مشهورين؟ لا مو مشهورين، لا بس يعني ماما كانت سابقا اعلاميه يعني لها اسمها كان. زين انت قلتي انه انا والدتي تعمل مجال الاعلام. نعم. واعلاميه قديمه. زين مجال الفن منو دخلك اليه؟ يعني انا اعتبر مجال جديد يعني بالنسبه لك. نعم. انا اجيت بغداد سكنت هنا من خلال الاشخاص اللي يعرفهم بالاعلام من واحد لواحد، وصلت للمخرجين شويه شويه، وصلت تحياتنا للاستاذ ماجد ياسين. تحياتنا. ونزلت ويا عمل كان سابقا انه اكو اعلان انا وياه. اي. فمن خلاله رادوا بنيه فرشحني للمسرح، من خلال هذا المسرح النجاح انا بديت شويه شويه. حلو. زين انت هسه ذكرتي لي المسرح، زين انت عملتي المسارح التجاريه. شنو الرساله اللي تريدين توصليها للناس؟ شلون يعني؟ يعني هسه انت عملتي مسارح تجاريه. ما نزلتي مثلا نقول فد عمل مرموق الناس كلها تعرفه وهاي ونزلت اعمالنا كلها كوميديه. اي هسه انت كوميديه تصنفين؟ اجيت كل الادوار. شنو هاي؟ لذلك اشوف نفسي فنانه، ومو انا قيمت نفسي، لا اكو شخصيات كبار قيمتني. زين اذا قيموش ليش ما خلوش باعمال اعمال قويه تنزل بشهر رمضان؟ جديده بالساحه. كررت نفس السؤال. وليش جديدة بالساحة؟ جديدة بالساحة. اليوم الشخص اللي ترجعيني لنفس الموضوع. الشخص اليوم إذا جديد على الساحة كلها تكون مثل الفريسة، كلها تريده من أجل شنو؟ يصعد. هو طموح، هو يريد يوصل، يريد يصعد، ما يقدر يصعد، فمستعد إنه يقدم تنازل من أجل يصعد ويصير اسم ومشهور، بس مو أنا اللي أقدم تنازل. عيوني أنت دا تقولي لي شيء وهذا شيء ثاني. شلون شيء ثاني؟ أنا دا أحكي وياك دا أقول لك إنه أنت تقولين أكو كبار الفنانين قدموا اشادوا بيه. زين كبار الفنانين ده نشوفهم عندهم اعمال خلال شهر رمضان. نعم. وهم اغلبهم هم عمليه الجروبات اللي موجوده داخلها، وهذا الموضوع موجود اذا نعم. كان على المؤسسات الاعلاميه والمؤسسات الفنيه. زين اذا يشيد بيك ويقول لك انت زينه وانت هاي ليش ما تشاركين وياه باعماله؟ اي حبيبي انا اكثر من قناه استدعتنا على مود نسوي مقالب وهيك شيء رمضان وجو ويا بنات، لكن ما اعرف ندخل جوا تم الاختبار طلع ورد لكم خبر ورا فتره اسمعت اختاروا فلانه، مع العلم انه فلانه اللي اختاروها قدامي سوت المشهد ومضحك يعني، فما اعرف شنو اللغز بالموضوع. اي يعني مضحك يعني حلو ضحكتي وغير الغايه انهم ضحك. اي مضحك. اي ضحكتي يعني جيده. انه خليتش تضحكين؟ الحمد لله. يوم الكل تخليني اضحك. بس يجي يوم اضحك على الكل. شلون ضحكين على الكل؟ يجي يوم. او شلون يلا ضحكين. وعندي ثقه. لا لا ما قاعد اضحكك. أنا اكثر شخص ما اضحك، يلا ضحكيني. لا اني لا عزيزي اني مو اضحك على العالم ولا العالم تضحك علي، بعدين ارجع اكرر سؤالي انه اني كوميديه. انه دائما الادوار اللي تنياها مسرح او تلفزيون كوميدي. زين شنو هسه عندي سكتشات كلها كوميدي بيها. زين انت شنو المقومات اللي عندك اصلا يعني على مود انه نشوف انه تدخلين هذا المجال الفني؟ حبك للطفوله يعني انه تكونين فنانه؟ لا مو حب الطفوله. لا شنو؟ لا بس انه اجى ببالي انه اكون فنانه واكون اسم ولازم اصير من اجل غايات اخرى. شنو هالغايات اللي تصيرين؟ هواي امور. وشنو الرسالة اليوم اللي انت تعطيها لكل انسان من يدخل المجال عنده رسالة وهاي الرسالة يريد يوصلها للكل، شنو رسالتك انت يا ناس؟ ما عندي رسالة لحد انا، بس انا اللي اريد اوصله من خلال قناتكم انه اتمنى انه المخرجين او القنوات الفضائية تحتوينا، لانه انا عندي الطاقات كلها واجيد الادوار كلها. بس انت شاهرين بيهم حبيبي، يعني تعال جيب لي اربع مخرجين بالعراق، لو ست قنوات بالعراق وحددتهم ذولا الف مخرج الف قناه. اي يعني شيء يعني شنو مثلا اليوم اتعامل ويا فلان مخرج ذكرت اسم مخرج كل من يعرف روحه الشهرت عنه يعرف روحه هو شنو يعرف صنفه هو شنو
ومو بس ويا يعني مسويها ويا غيري. منو غيرك مسويها وياه؟ جروبات بناتكم بنات انتم مو؟ اي احنا بنات يعني اكو اعلاميات واكو مودل واكو هواي اكو فنانات. شلون يعني؟ فمن نقعد نسولف يا فلان مخرجي حتى لي نفس الحكي عاده، فلان منتج حتى لي نفس الحكي عاده. زين اذا هيك كلكم نفس الحكي وهاي ليش ما تقاضوه؟ لا ما عندنا دليل. ما عندكم دليل؟ ما عندنا دليل. لا دليل يعني هسه معقوله ماكو فد رساله، ماكو فد تسجيل صوتي يثبت؟ لا ماكو، لان هم ما يجون بهاي الطريقه. شلون يجون يحكون يعني برساله او فد تسجيل او فد مكالمه؟ لا تعالي للمكتبه وتعالي للقناه وتعالي. من تطلعي من تروحي له سجلي مكالمه. واحنا هيك نفكر واحنا راح نروح وهذا راح يقاضينا، هذا راح يسوي بينا راح يساومنا بجسمنا. لا اكيد احنا انت مو تقولي انه يا حبيبي دا يساوموني اوكي، لكن انا مو اليوم اروح واجهز نفسي راح اسجل له هذا ايش راح يحكي؟ وش ما ادري انا معدن الانسان شنو. بس انت تقولون انه تعملين المستحيل من اجل انه تكونين مشهوره. شو اعمل مثل شنو يعني؟ كل شيء تسوي. لو اعمل المستحيل شو اتنازلت؟ كل شيء تسوي ها؟ لو اعمل المستحيل؟ لكن انا تنازلت هسه. اللي مثلي صارت 3 سنوات اللي تريد توصل تكون سباعيه تعمل المستحيل، اللي هي تتنازل ويكون لها بيت ويكون لها سياره ولها اسم، هذه سباعيه تتنازل. تحياتي لكل اللي تنازله. بس اللي مثلي لا. زين انت صار لك ايش قد ببغداد؟ انا راح اصير تقريبا 9 اشهر. 9 اشهر ببغداد؟ 7 9 والله ما ادري. 9 اشهر اوكي. ويا من ساكنه ويا ليش؟ لا. ها؟ ويا عاد وين ساكنه؟ ساكنه وحدي. وحدك؟ يعني وتقنعيني انه هو شلون تقنعيني؟ زين انا حق تقنع الجمهور شلون راح يقنع؟ شو علي بالجمهور؟ ها؟ شو له علاقه بالجمهور؟ ليش هو الجمهور يحبني؟ ليش يعرفك هو حتى يعرفك؟ اي اغلبيتهم يعرفوني. هي؟ بس يحبني ما يحبني. مع العلم انه انا ما مأذي احد، ما حاكي على احد، ما طعنه باحد. مو مثل العالم لازم السناب وشهر بغيري. فما ما تهمني قناعة العالم. يعني شنو قصدك يعني شهر بغيري؟ لازم سناب ليش؟ ومن يلزم سناب وشهر بغيري؟ لا هواية هواية اقول لي لازم السنابات وشهرين بغيري. بلا ذكر اسماء، ما اذكر اسماء احد. بلا ذكر اسماء، احنا اليوم ليش نذكر اسماء فنانين او فنانات؟ شوف بعد اني اتهم شخص على شخص ثاني او اجمع كل المخرجين اوكي واقول انه مثلا والله المخرجين يساوموني، والله المقدمين يساوموني، والله ما ادري منو يساومني. صحيح. على سبيل المثال انا جمعت ما حددت اوكي، انا جمعت ما حددت، عندك دليل عندك شيء ذكري باسمه، ما تقولي لي فلان وهاي انا اعتبره مصدر غير موثق منه. اوكي انا ما اذكر اسماء. المصدر غير موثوق منه. اوكي غير موثوق غير موثوق، لان مو بس انا اللي حكيت هذا الحكي، هواي اجن فنانات ببرنامجك وذكرن هذا الموضوع. شنو الفرق بينك وبين الفنانات الكبار؟ شنو الفرق؟ اول شيء هن كخبره، اثنين صار لهم عمر يشتغلن. تمام؟ ثلاثه مثل ما تفضلت امكانيه وصارن. فاني لا امكانيه ولا غيره. يعني انت تعترفين هسه تقولين انه انا مو فنانه يعني. لا أنا فنانة. مو إمكانية، أنت قلتي مو إمكانية بالمادة. بالمادة. ليش إن إمكانية بالمادة أكو عمي فنانين حالتهم تعبانة يرفع لها. أي حبيبي صحيح، بس أول شيء هذول الفنانين اللي هسه صارت حالتهم تعبانة مو سابقا، لأن أنا قعدت في هواي فنانين ومن بدأوا يسولفون يقولون كنا وين وصرنا وين. اللي موجودين وتابع حلقاتي وراح تعرفين أكو ناس بنوا حياتهم من العدم. من العدم. إي خلاص أنا بدي أبدأ حياتي. اللي هم أغلبهم من عوائل متفككة. انا ابدا حياتي شوي شوي على كيفي. انا قاعده ابدا حياتي هيك. اي بس انت اول هسه انت بديتي اول ما بدينا حبيبي سالتني. لا سالتني ساوموني. سالتني وجاوبتك ما بيها شيء. اهلك فخورين بيك؟ لا. ليش؟ لان ما رايدين ادخل هذا المجال. ما رايدين؟ لا على شنو عندك بهذا المجال؟ اذا اهلك ما يردوش. اهلي مو ما يردوني. ما يردوني تدخلين هذا المجال. ما يردوني ادخل هذا المجال. هي ايش عندك بعد هذا المجال؟ انا ما اضل ورا اهلي لان اهلي باكر عقبه لا هم راح يعيشون ولا راح يعيشون ابني. اه حلو. ابنك وياك وصلت قلتي انه هاني مو بحدي هنا أنا. لا ابني ماما مو وياي ويا زوجي عفوا طليقي، لكن انا نوعا ما يوما ما راح اكون اسم وراح اكون اجيب ابني يمي، يعني عندي الامكانيه انه اعيش نفسي واعيش ابني. ما اعرف شو اقول لك والله.
لا احكي. انا من تحكي لي شيء انا اريد اعرف انه انت وين تريد توصل؟ انا مو اريد اللي اريد اوصل للي اريد اوصل اللي اوصل لحقيقه معينه. اوكي. اليوم الغايه من كل شخص يطلع اريد اعرف هو ليش مشهور؟ وليش الناس تعرفه؟ شنو المحتوى اللي ده يقدمه؟ اكو ما يقدمون محتوى هم معروفين. لا عيوني شنو اللي محتوى اللي ده يقدمه؟ هسه غير كل واحد يقدمه. انا برنامجي هذا غلطه عمري. دا اقدمه وده يجوني بي ضيوف. انا عندي محتوى. انت شنو المحتوى اللي عندك؟ يا هي تجينا وتقول يا با يقدمون تنازلات، يا هي تجي وتقول الفان. زين انت ليش ما مصدق باللي ده نحكي احنا؟ مو ما مصدق، راح تقول ما عندك دليل. اي دليل هالكاميرا، هاي الكاميرا وياك وحكي وياها وبليلها دليلك. انا ما عندي دليل. ما عندك دليل شنو؟ وين اثبت؟ وين صرف لي؟ ما صرف لك بس والله ما صرف لي. هم اصحابي الان ما راح يشوفوا راح صرف لهم. من هم اصحاب الان؟ ما اذكر اسماء. استغفر الله. اوكي اي ناس خلي اخذ فاصل وارجع لك. مش هذا الكلام، خروح فاصل قصير بعدها نعاوده. حياكم الله مشاهدينا الكرام مره اخرى، وصلت وياكم الى فقره المواجهه. المواجهه بين ضيف وضيف دائما تكون بين حلقه وحلقه، فهي مو كل الحلقات موجوده بها فقره المواجهه، لكن اليوم وهي الفنانه ايناس الخالدي فقره المواجهه راح تكون موجوده. شلونك مره ثانيه؟ تمام. اوكي ايناس، شلونك بالمواجهه؟ تواجهين الناس؟ عادي. ها؟ عادي. ما تخافي من احد؟ لا. النسب بالاصل ايناس الربيعي مو الخالدي. للاسف. للاسف اثنينهم. شنو للاسف اثنينهم؟ لانه انا اصلي ربيعي. بس الوالد نكرني. نكر نسبه. الوالد نكرك؟ اه. على شنو ليش نكرك؟ انا حقيقه ما اعرف اللي صار يمكن الطفله، لكن انا وعيت انه انا مسجله باسم خالي، شنو الموضوع؟ ليش؟ ما اعرف. وبديت بعد ما كبرت بديت اسائل انه على اساس راد يسجلني باسمه والوالده ما قبلت ما اعرف شنو، لحد الان الحقيقه هذه ما اعرفها. لحد الان. هي الحقيقه، زين اكو اشياء انا احط راح اعرضها. نعم. انا كاميرا هي هسه حاليا متوجهه عليك. اكو من ضمن الاشياء بدي اشوفها للجمهور. بس انت تبقى يمك الموضوع هذا انه اعرض او ما اعرض. جاهزه؟ هاي منو؟ هاي أنا. تقبلين عرض؟ لا. اوكي. الكاميرا بعدها موجهة عليك. هاي منو؟ أنا. أنا وابني. تحبين عرض؟ هي حتى لو عرضتها هذا كله بسبب أهلي. ها؟ كله هذا بسبب أهلي. بسبب أهلك؟ هذا منو هذا الطفل؟ هذا ابني. هذا ابنك قد عمره؟ ستة. ستة، اوكي. انا بالنسبة لي الكاميرا هاي مو موجودة، لان هاي انا احفظ حقوقك انت. بس انا دا اشوفك. هاي منو؟ انا. زين هنا محجبة. لذلك قلت فرق لك من السماء للقاع، يعني اذا اعرض هسه صورتين يعني شو احكي؟ اي لذلك قلت لك انه انا ردت ادخل هذا المجال، وهذا المجال ما يسمح بس تدخلين هذا المجال على حجابك؟ اي لذلك انا خلص خلعت الحجاب. خلعت الحجاب، اوكي. هاي جنسية منو؟ جنسيتي. جنسيتي. جنسيتك، هاي أصلية جنسية؟ اكو دعوة مقدمة عليك. تسقيط نسب؟ اي. هسا أنا قدامي إيناس مؤيد أحمد الخالدي. واكو دعوة قايميها عليك محكمة الحلة. احكي لي شنو هاي الدعوة؟ شوف بعد ما دخلت هذا المجال الكل رفض، والكل صار اللي اغلبهم هم اهلي صاروا اعدائي، وانا مسجلة باسم خالي، فخالي قال انا خلص هذه راح ما اعرف شنو الغي نسبها ما اعرف شنو ما اريدها بعد. أي. يسقط جنسيتي، هو ما يقدر يسقط جنسية، جنسية تسقط اثناء وفاة الانسان، فيحولني باسم والدي ما اعرف شنو من هاي الامور. انتوا وين شتوا هسه جيتوا تريدون تحكون بهذا الحكي؟ يعني من كبرت انا تريدون تديرون اسمي باسم ابويا اللي بدايه هو نكرني، فما راح يقدرون. القانون اربعتهم، العفو ثلاثتهم راح يسجنهم، اللي هي والدتي وخالي ووالدي.
وشنو الاعداء اللي تطلعين؟ لان دخلت هذا المجال. والدتك ها؟ بالعكس انا امي احبها. انا امي ما عندي شيء وياها. انت فخوره بامك؟ اكيد. شلون يعني فخوره بامك؟ فخوره اول شيء ربتني تربيه صح؟ تعبت علي. يعني ربتني بدون اب. حلو. ايضا اخواتي ربتني بدون اب ووصلتنا وكبرتنا وزوجتني. بعد طلاقي اجيت يمها. بس الفقره الوحيده اللي منعوني منها مجال الفن. حلو. والاكثر انت فخوره بامك زين. امك فخوره بيك؟ لا. ليش؟ سبب هذا المجال. زين شلون ثبتين حبك لامك؟ تعرفني ايش قد احبها ما يحتاج. والاكثر انه انا هذا وشمت لها. هذا الوشم انا زعلانه عليه. جتني الاربيل ووشمت لها وشافته. اجت تجلس الاربيل؟ اي كنت باربيل واجتني هي واختي شافني. شو عندك هناك؟ بقيت فتره هناك ورجعت. قصدك شردتي من الحله. ايش هالمصطلح هذا؟ مو مصطلح. وفق ما اجاني. شنو اللي اجاك؟ راويني اياه. وفق ما اجاني يقولون انه انت اصلا شردتي. احنا شوف شردتي من اهلك ورحتي. شردت من اهلي؟ شنو شردت من اهلي؟ لا ماكو هيك شيء. شردتي من اهلك؟ لا لا ماكو هيك شيء. اليوم اكره وحكي وحب وحكي. واهلي حسب المكالمات اللي وصلتني عيوني. حسب المكالمات اللي وصلتني. نعم. ذكرت انه انت متنازلين عنك هم اصلا وما يعرفوك. وحسب ما بنيت وصلت وياي. وهي انا ردت اربطها بمكالمه. نعم. طبعا وما اعرف هي بالبدايه قالت لي اوكي انا ما عندي اشكال انه اكون وياك. بس بعدين ما اعرف شنو السبب اللي ما خلاها تكون وياي. ليش رفضت؟ ما 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 اعرف شنو السبب. المهم بس انه من ضمن الهاي الادله اللي حكوا لي اياها والاشياء اللي وجهوني اياها. وين الادله؟ يعني انا شفت ايش من انا من صورك مثلا. اي صور ما فيها شيء. الادله ظهرت لي. اعرفك مثلا ما تعرفني يا حبيبي. لكن الصور اللي ظهرت عندك هسه انه انا محجبه. اي انا محجبه. اي ليش عفت الحجاب؟ ليش تركتي هاي البيئه اللي انت بيها؟ والناس ارجع اكرر لك انه انا ردت اكون اسم من اجل انه اصنع لي واصنع لابني. فلا اخوي اللي راح يفيدني مستقبلا ولا امي ولا اختي بعدين. ما حد راح يفيدني خلاص. اي بس انت اصلا يعني عفتي اهلك بالدرجه الاساس وعفتي ابنك. ابني معايفته واهلي معايفته. عفتي ابنك بدليل انه انت صار لك 9 اشهر هنا ببغداد وابنك ما سأل عليه. زين انت عايش وياه تعرف انا سأل عليه لما سأل عليه؟ مو عايش وياه. تحب اسمعك شيء؟ اي شنو اللي سمع؟ سامعيني؟ شو عندنا؟ ماكو شيء اسمع عايفة اهلك. بابا بابا ابني تواصل وياي. بس نت ماكو لذلك بصمتي ما قعدت تفتح. والله انت سمعت بابا ما سمعت ماما. بابا بابا ضيق راه. هاي هو ابوك؟ قاطي ها ما عندي تواصل ويا ابني. عندي تواصل يوميا اشوفه. قبل اسبوع كنت انا بالحله وديت له غراض وتواصلت وياه. ووالده خلي اسمعك هذا البصمه. قال من تجي للحله اعتقد لو دز لها بصمه لو خابرني. قال لا تجيبي له شيء لان كل شيء متواجد عنده. مو على اساس تجيني اليوم تشوفين موسى شو ما جدي. مو على اساس تجيني اليوم تشوفين موسى شو ما جدي. هذا طليقي. قاعده اتواصل ويا ابني وقاعده اتواصل ويا اهلي. اهلي ما يردون علي بكل رسالي لكن ابني قاعده اتواصل وياه وقاعد اروح له واشوفه. تمام. تشوفين ابنك شكله زين. اروح وقاعد اشوف ابني واتواصل وياه وادي له اغراض ومصرف. زين انت متواصله ويا طريقه غير طريقي؟ هو يعني هو الوصل الوحيد اللي قاعد اتواصل وياه على مود ابني. يعني باقي زين شنو سبب طلاقك من عنده؟ هذه امور خاصه. يعني امور خاصه. زين ليش ما هاي عائلتك واسرتك؟ شلون هاي عائلتك واسرتك وانت هسه على هاي البصمه اللي سمعتها وجمهورها مسمعها؟ نعم. هي يعني حياتكم ورديه. شنو الضير؟ مالك علاقه بالمظاهر. مالك علاقه. مالي علاقه بالمظاهر؟ اكيد. شلون يعني؟ لان انا عشت ويا زوج 7 سنوات. ايه؟ ظلم. شنو ظلم؟ ظلم هيك. اي اكيد ظلم. هيك متواصل وياك؟ لا انا بدي اتواصل وياه مو هو اللي يتواصل وياي. ايه؟ ليش هسه؟ شو هسه قلت؟ ما اعرف ليش هسه بدا يتواصل وياي. ليش؟ ما اعرف شنو السبب بدا يتواصل وياي. غير اكو سبب شنو ما تعرفين؟ ما اعرف. خلص انا خابرت يا بردي اشوف ابني ارتحت ويا ابني طلع على تواصل ويا ابنك. راسلني وفايبر راسلني مازنجر رحت ويا ابني. مع العلم الحساب سويته حتى اهلي ما يعرفوا بس هو وابني يعرفوا. انتهى الموضوع. اتواصل ويا اهلي على الواتساب ما حد يرد علي. اذا تحب انه اراويك فشي تشوفه امام الكاميرا انه الوالده اراسلها واحكي وياها
لكن ماكو نتيجة من عندها. وين تعرضها على الكام؟ على أي كاميرا تعرض؟ اعطيني اياها خلي اقراها. شلونكم؟ ولو اعرف ما تردين، ولو احنا هاي راح ناخذ لها سكرين بس نخليها و... لا تواصل ويا اهلها. ومدى تجاوبك؟ مدى تجاوبني؟ تقرا رسائل وما تجاوبني. شنو هاي الصوره المقطوعه؟ هذه الصوره المقطوعه طليقي موجوده، صوري وغراضي لحد الان يمهن. هذه الصورة موجودة. هاي الصورة شنو مقصوصة؟ هذه سابقا يعني قبل 16 سنة 17 سنة الصورة أنا ووالدتي متواجدة حاليا. هذه الصورة يم طليقي وأخذ لها صورة دزليها، رجعت دزيتها الوالدة. حلو، يعني هسه أنتي شاردة من أهلك؟ شاردة شنو حبيبي؟ ماكو هيك مصطلح، ما شاردة من أهلي ودا يعرفون مكاني؟ شاردة لا يعرفون مكاني. لا والله لا يعرفون مكاني. لحد هاي اللحظة زين شلون زين اراوي هاي اللحظه تمام. يقولون انه احنا ما نندل مكانها وما نعرف مكانها. لا انا احب اوجه من خلال قناتكم، ترى انتم تندلون مكان وانا ساكنه بالكراده، كل الزين تندلون وتندلون كان سابقا مكان حسب عملي. الناس اللي تواصلوا وياي اوكي انا ما اعرفهم، انتم تعرفيهم. حسب الناس اللي تواصلوا وياي قالوا انه احنا ما نندل مكانها. لو يندلون مكانك يقولون احنا نجيك، ما يندلون مكانك هم. هذه شلون ما احكي ويا اهلي، وهذه الرسائل بيني وبين والدتي انه حولت لها فلوس، اثنين انه تحاكيني تعطيني رقم شخص يطلبها انه انا احكي ويا بصغتي امها. هي شلون فهمني شلون؟ لا تقول لي شارده، ماكو هيك مصطلح. زين شنو حولتي لها فلوس؟ اي اول ما صعدت للمسرح انطوني، تعاقدت انطوني فلوس. اي اكو شخص هناك يطلبني 100 دولار حولت لها انا 450 دولار حولت لها، وهذا اسم الشركه والرقم مالهم، قلت تروح تستلمين. حتى من كنت باربيل كنت احول لهم، كلهم كنت احول لهم، ماكو شيء اسمه شارده. لا على شنو شلون شارده وتواصل على شنو؟ لا على شنو قاموا عليك دعوه اذا انت كلهم تطيعين؟ لان انا قمت عليهم دعوه. لان انا قمت عليهم دعوه. قمت دعوه عليهم هيك بدون شيء؟ لا مو بدون شيء، بدايه كانوا يبتزوني انه يردون من عندي فلوس، ارصده موبايلات غيره، كنت اني ادز ما يخالف الله ما كنا ادز. شنو دليلك على ارصده؟ رسائل كلها موجوده. أرصده على شنو؟ هيك كان خالي اللي مسجله باسمه اني. اي هو اللي يبتزني، اللي هو ابوك بالجنسيه، اللي هو ابويا قانونيا. يلا اقرا، هاي كلها موجوده، الارصده والموبايل اللي يطلبها، النوعيه اللي يطلبها وغيره وغيره، ودز وغيره، حتى انزل لي جوت راح تلقى التاريخ من كنت باربيل. شافوني انا خلص بعد ما ادز لهم غيرت رقمي، قاموا يحكون حكي مو حلو، قمت عليهم دعوه، استدعاهم القاضي دون اقوالهم، تعهدوا تعهد خط انهم ما لهم علاقه بيا، وانتهى الموضوع. فشافوا انه سويت انا كاتب راح اطلع من يم امك وخابريني. اها هذا من هو؟ شنو كان عنده يم امك؟ خالي مؤيد. خاله مؤيد اللي هو نسيته ابويا، قال راح اطلع من يم امك وخابريني، راح الماما ما يريدني اتواصل انا وياه قدام ماما، لان كانت علاقتي بماما مو قويه بدايه، طبيعي كانت علاقتي بيه. ويوصل لحكي عن خربت علاقتك بامك انت؟ بامي وبيهم كلها خربت علاقتي. كلها خربت، هم يعني هم تواصل ويا احد انت؟ انا دا اتواصل بس ويا ماما، بس ما تتواصل وياها هي، تقرا رساله وتروح. زين ابوك اللي هو ابوك الحقيقي موجود، شنو ردت افعاله؟ كل ما يسولفوا لي مرات زوجات اخويا يتصلن علي من ابويا، يابا شنو الموضوع؟ شكو ما اقول لك كل شيء ماكو، ابوك متابعك يوميا، شوف سناباتك وما اعرف شنو هاي الامور، ما عنده مشكله. تقول لي يجي خالك اللي هو ابوك، يابا انا اقيم دعوه عليها، اريدك ترجعها باسمك بعد ما اريدها ما اعرف شنو. قال هذا سابع المستحيلات. يعني حتى ابوك ما يريدك؟ هو اصلا بدايه ممكن الطفله ما رايدني، مو هسه، هو ممكن الطفله ما كان رايدني، ما اعرف شنو كان بباله على مود يسجلني باسمه. والوالده رفضت، وبعد ما اعرف شلون كبرت وعيت صرت بالمدرسه انه انا باسم خالي، شنو الموضوع؟ ودي الليف رد الليف، انا باسم خالي خلاص. بس انت منتميه لنقابه الفنانين مو؟ نعم. اوكي خليني اشوف شيء شنو يثبت انه انت اليوم فنانه. حلو. هذا اللي يثبت ان انا فنانه. هاي هويه ممارسه مهنه ممثل
نقابة الفنانين العراقيين. طبعا تحياتنا دكتور جبار جودي. تحياتنا له. تفضلي. هاي جنسيتك زين، انت عندك اكثر من اسم؟ ليش هاي ظهر يمك خالدي ومؤيد احمد؟ ها؟ ظهر اسمك اللي موجود ظهرت قبل شوي حضرتك. لا لا انت عندك اكثر من اسم؟ هسه انا عندي الجنسية اللي موجودة عندي وانت عندك تختلف. شلون؟ اي اكيد هذيك سابقا اللي سقطوها لان طلعت البطاقة الوطنية هذا اسمه. دقيقة، هاي فيزا. اي فيزا تركيا. بعدها يعني؟ ما زالت موجودة، ما سقطت لحد الآن. يعني أنت ما مسافرة؟ لا لحد الآن ما سافرت. زين غرض من الجواز شنو؟ إثبات الاسم، تقول لي أكثر من اسم عندك. أدري، غرض من الجواز ما أخذ فيزا. أها. راح تنتهي بشهر الرابع. شنو علمه؟ إنه على أساس أطلع هناك فترة سياحة وأرجع. سياحة لو تروحين بعد ما ترجعين؟ لا أشرد. أشرد أشرد. لا صدق شنو الغرض منها؟ لا والله رديت اطلع سياحه يعني قبل لا ادخل مجال الفن الصراحه. فبتخلص بعد ما دخلت المجال تركته. زين اوكي، هسه هذا الموضوع انا اريد الخص ذني. نعم. مواضيع موجوده ثانيه عندي. بين الايباد وبين التليفون قصه. كاميرا هم عليك. راح اشوفك اشياء. الصوت راح اخليه يطلع بس الصوره ما راح اطلعها. نعم. وريد تعليقك. انا اسويك على ود تبين لكم انه انا هيجي بس انا مو هيجي، هاي كذاب. الدليل وياك ما صف لكم ازل سوت على روحها. شنو هذا؟ طبيعي انا صديقتي يعني ستوريات دا نسوي. والله ارجع عيده من جديد. عادي يعني صديقاتي وياها طالعين. انا ما راح اشوف. لا عادي شوف. عادي. اوكي. والله انا بس اريد اعلق على هذا المقطع، يعني هذا الحكي بالبدايه. انتفخات سمعتوا؟ عيونها متفخات. تقول لي انا فراشي وسخ وانا ما تنشكيت بالموضوع اشتميت ريحه بنت السخيفه. والله يا جماعه ما كذب. والله زين هسه انا هذا الكلام اوكي. يعني انت فنانه. نعم. يعني وتمثلين مجتمع بالكامل. نعم. وعندك رساله وعندك هدف تريدين توصلي له. نعم. شلون تظهرين بهيك فيديو؟ ما ظهر بفيديو. لا انت ظهرتي فيديو، هذا فيديو مو باحي حبيبي. عادي ستوري انا وبني انا وصديقتي بالبيت. عادي عندك. عادي زين. عادي زين زين. والمقطع الكامل دقيقه خليني اكمله. دليل راح انزل لكم المقطع. دليل راح انزل لكم المقطع شويه بعد. هسه هي مو تقول كذب بنزلكم المقطع. والله زين هالشنو هي انا الشفا بعدين يعني هذه ستوريات طبيعي ما لها علاقه بالفن، ما لها علاقه بامور ثانيه. وادي رساله واوضح مثل في المجتمع عادي. يعني اقول لك هسه فنانات ومعروفات اشكال دي نزل. انا اللي ضجت من عنده انه انت مصورتها بال بالحمام. بالحمام ترى لابسه ملابس مو صورتها اباحيه هي. ما يخالف اي لابسه ملابس. بس انت سمعتي الكلام اللي قلتيه انت لو لا؟ ايش قلت؟ انت تعرفين شو قلتي؟ ما قلت شيء. سمع هالمشاهد يعرف شيء. خلص عود المشاهد يوضح لي اياها. طيب من ضمن الستوريات اللي موجوده اللي عندك. نعم. خلي اشوفك انا اليوم. والله يا عيسى تخوف بعد ما نزل ستوري. عندك علاقه بشخص؟ اي عندي. ها؟ اي عندي. من هذا الشخص؟
بلدك رسمه. زين اوكي انا حشوف الشيء واحكي لي. اي عندي علاقه بي؟ ها؟ اي عندي علاقه بي؟ هذا ايش علاقه بي؟ تحبين اعرض؟ عادي. ها؟ عادي. انا اعرض اقول الشخص منه؟ عادي اذكر اسمه. لا انت ذكري. توني. توني توني وسام غير؟ صار ايش قد عندك علاقه بها؟ ما صار هواي. يعني؟ ما صار هواي. يعني ايش قد صار لك علاقه بها؟ ما صار يمكن شيء شهرين يمكن. يعني شو علاقة الزواج؟ أكيد. ها؟ أكيد. يعني راح تتزوجون إن شاء الله؟ لا مو هسه. شو وقت العقد؟ لا مو هسه بعد. يعني إيش كذي يعني بعد؟ سنة سنتين. ما معلوم حسب الظروف. ما معلوم حسب الظروف؟ إيه لأنه هو أول شخص شفته إنه مسامح ويقبل إنه أبقى بهذا المجال وأشتغل وما عنده مانع بهذا الشيء مثل ما هو هذا المجال أنا بهذا المجال فأكيد أنا كنت أبحث عن هيك الشخص. حلو يعني شفتي الصفات اللي موجودة بي؟ إيه. تحياتي لأنا توني تحياتنا وصديقنا أتمنى لك كل الخير يعني بس إحنا المهم نفرح بيكم يعني حبيبي إن شاء الله عن قريب إن شاء الله يعني راح تتزوجين مو هسه بعد بعد مش قد بعد يعني تكونين نفسك أكيد إذا ما أكون اسم ما أتزوج أنا حلو أوكي زين يقولون تحصلش دراسة خامسة ابتدائي لا ثالث هو ظلمتني خامسة ابتدائي ويقولون إنه أنت تقولين إنه أنا خرجت إعلام وبكالوريوس اعلام الجامعه المستنصريه بشرفك احنا نضل ورا اللي يقولون ما لي دخل انا دا احكي لك شيء اذا تحكي شيء واصل لك اي اللي عارفه ورا ما دققت اسمك طبعا تحياتي الجامعه المستنصريه ورا ما دققت اسمك بالسجلات اللي موجوده بقسم الاعلام طب انت منو قال لك نكروا لي هذا الموضوع وقالوا انه ما عندنا وحده متخرجه بتاريخ ذكروا لي 2016 2017 ولحد 2019 2020 انت مخرجه اعلام أنا سألتني هذا السؤال وجاوبتك. الثاني ده سألني هذا لا السؤال. أنا مو خريجة إعلام ولا خريجة خامس ابتدائي. لا إعدادية أنا. إعدادية؟ هو أنتوا شوفوا شكو شخص ما متخرج من ثالث متوسط يقول أنا ما أخذ الإعدادية. ما له علاقة بغيري أنا أقول لك أنا إعدادية. إعدادية؟ شو يا سنة تخرجت من إعدادية؟ هاي قبل الحكي ثلاث سنوات من زواجي. ثلاث سنوات من زواجك؟ اي درست خارج يعني ما خلاني زين ليش ما دخلتي كملتي؟ ما خلاني اهله ما عندهم هيك شيء. فدرست خارج انه ظليت ادور بيتهم واقرا واروح امتحن. وما وفقني رب العالمين انه اطلع من الاعداديه اصلا. بسبب الظروف المعيشه كانت فيها. يعني انت اعداديه كملتيها ولا ما كملتيها؟ لا اعداديه وصلت للسادس ما كملت. بس ان شاء الله عن قريب. حلو. زين ايناس شنو انجازاتك؟ والله لحد الان مسوي انجاز. والله يعني ان شاء الله عن قريب الانجازات تطلع وتظهر ان شاء الله يعني اكو كم انجاز انه انا جزت مسلسلات اثنين ومسارح سعاده اثنين هذا اشوفه انجاز عظيم لاني مو اي واحد يقدر انه يشتغل هيك الشغل يكون ممثل يجيد الشخصيه الصح مو اي شخصيه زين انت شنو تجيدين كوميدي دراما رومانسي كل شيء لا 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 انت اكثر شيء اكثر شيء اي كوميدي حلو يعني انت ما عندك اشكال انت ما دام تشتغلين بالألف دولار يعني ما عندك اشكال باي عمل تطلعين به ما عندي اشكال اي عمل اي واحد عنده مسلسل كوميدي غيره خيدز عليه انا اشتغل كوميدي فول يعني انت كوميدي تضحكين اي اضحك ما ضحكتي وما يحتاج اضحكك بعد شنو الف واحد يضحكك لا ما حد بيضحك خلاص لا تضحك هو ما اضحك اي هسه عفينا بجادتي بأعمال الجادة؟ يعني كل الأعمال اللي تشاركين بها؟ كل الأعمال أشارك طبيعي. ها يعني مو تقولين أني كوميدي؟ إي أقول لك أجيد الأعمال كلها يعني الأدوار كلها أني جادة كوميدي غيره أشتغل عادي. حلو. جادة كوني طوني الشخصية طوني الناس أشتغله طبيعي أصلاً. أسعدنا هذا على دجلة لا جادة. وبالنهاية أطلع كوميدي. حلو. زين هسه سؤال ولو ضمتي ايدك شنو غايه من الوشومات هاي اللي موجوده على ايدك؟ ايدك واصابعك؟ هذا الوشم من كنت سليمانيه وهاي برقبتك هم اكو ممكن؟ اي برقبتي ورده ورده؟ والله صراحه متندمه عليهن فهسه حاليا قاعده اشتغل جلسات ازاله الوشم
بس ليش سويت فيها؟ خلاص هيك اجى على بال انه انا اسوي فلان الشغله وفلان شغله سويت. لو على مود انه اثبت اني فنانه. لا الفن مو بهيك شغلات. لا عاد شنو؟ ترى ماكو هسه قليلات الفنانات اللي معروفات مسويت هيك شيء، ترى ماكو فنانه مسويت هيك شيء، بس انا دا اقول لك متندمه بديت ازيري بهذا الشيء. متندمه؟ اي لا لو شلون لان هو يعرقل عملي. يعني راح نشوفك بشيء جديد. ان شاء الله. طبعا شكرا لك. من الناس كل التوفيق إن شاء الله والنجاح، لكن الرسالة دا أوجهها لك قبل ما أخذك إلى غلطة عمرك. إناس أتمنى أنه تبتعدين عن موضوع الستوريات، نشرين حياة خاصة للناس آخرين. أتمنى لك كل التوفيق. أنا وصلت وياك إناس الخالدي إلى غلطة عمرك. الكاميرا موجهة لك. وشنو غلطة عمرك؟ والله هي أغلاط هواية، لكن غلطة عمري اللي مستحيل يعني أسامح نفسي عليها انه انا ابتعدت عن ابني هالفتره كلها، وان شاء الله راح نجمع وياه. هي هاي غلطه عمرك؟ هاي غلطه كلش كبيره مستحيل اسامح نفسي عنها. شكرا لك يا ناس، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله والنجاح، واكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والاصغاء، والشكر موصول الى اداره مطعم انتيك خانه على حسن الضيافه، وشكرا لكادري الجميل اللي خلف الكواليس اللي طلعنا احلى صوره واجمل صوره. مشاهدينا الكرام انتظرونا يوم غد، وبنفس الوقت قبل ما انسى الحلاقة مالتي وترتيبي الجميل اليوم المبدع سلام الكوافير، شكرا جزيلا له على هذه الإطلالة الجميلة اليوم وخلانا نطلع بها. انتظرونا الأسبوع المقبل وبنفس الوقت، إلى اللقاء.